من منا لا يتذكر تلك المباراة التي جمعت اتحاد البوليدة بصفاقس التونسية، ومن منا لا يتذكر هدف كمال معوش الأول الذي عدل به النتيجة لأبناء مدينة الورود في إحدى أجمل مباريات الاتحاد في منافسات دور أبطال العرب. هدف رسم البسمة على وجوه السلفادور وأعاد الفريق إلى المباراة بعدما كانت البوليدة متأخرة ليعادل بعد ذلك النتيجة قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدفين.